تسمعوني هيدا سر سر عن نجلة. يا الله هالسؤال. ليكو توترت على الخبرية. في أسئلة ولا مرة مجاوبها عنا، رح تسمعوها بهالفيديو. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. أنتو سألتوا أسئلة لنجلة على الكوميونتي. لا خليك دقيقة. بس أنت قلت أنا نجلة. إيه ليش؟ أنا ستيف، أنا ستيف. هي نجلة، أنا ستيف. أوكي، فين أرجع عيدها مظبوط؟ لا مش الحال. مش رح صوري. حلوة. سو جرب ستيف ياخد محلي بس أكيد ما زبطت معه. مش رح صوري. مش رح صوري. بلا. الكاميرا مش عليكي. ستيف برم الكاميرا. ستيف في أسئلة بالكوميونيتي بوست ناطرين تجاوب عليهم. يلا. سو رح نبل. ستيف وطي الكاميرا. اوكي. سو بفيديو اليوم رح تتعرفوا علي اكثر، ورح اعطيكم هيك، رح نكون عم نحكي قصص شخصيه بعيده عن المكياج، وجاوب على كل اسئلتكم اللي سالتوني اياها بالكوميونتي بوست. في اسئله ولا مره مجاوبه عنا، رح تسمعوها بهالفيديو. سو اول سؤال سالته بغداد. بغداد بتقول شكد عمرك؟ ان شاء الله اكون عم بلفظهم صح. وانت مسويه عمليات تجميل ولا لا؟ وحبتش متابعتك من العراق. وانا احبتش كثير كمان. اولا انا عمري 25 سنه وابدا ماني عامله ولا عمليه تجميل ابدا، عامله بس عمليه التكميم واللي هي قص المعده لخساره الوزن. يعني نجله بفهم منك انت ضد عمليات التجميل؟ انا ماني عامله بس مش يعني انا ضد عمليات التجميل او اللي بيعمل عمليه تجميل هيدا شيء غلط ابدا. نجود، حلو اسمك نجود. ستيف كمان بقول لك انه حلو اسمك. عم تسالني نجود، انت منك خايفه انه يرجع لك وزنك بعد عمليه التكميم؟ بحبك نجله. يا صبايا انا عملت عمليه التكميم وانا عارفه انه هيدي كانت مثل دفعه، مثل بوش لالي تا انا اخسر وزن تا اقدر بعدين انا حافظ على حالي. اكيد ممكن انه يرجع يزيد وزني لان عمليه التكميم هي لفتره معينه، بتضل المعده صغيره وبنضل عم نضعف، بس بعدين ما بالنهايه معده. اذا زدت الاكل واذا زدت كميه الاكل وكانت نوعيه الاكل مش منيحه، معدتي رح تكبر وانا رح ارجع انصح او زيد وزن. ما بحب استعمل كلمه انصح، رح ارجع زيد وزن. فاكيد علي انه انتبه على حالي وامشي بنظام صحي. هون في عنا كتلة أسئلة. كتير مهضومين، بس فكرة أنه ما في اسم، رح نحط سكرين شوت. كم عمرك؟ 25. كم عمر خطيبك؟ 32. متى رح تتزوجي؟ متى رح تتزوجي يا نجلة؟ إن شاء الله السنة اللي جاية، بس أكيد رح تكونوا عم تعرفوا أول أشخاص رح تكونوا عم تعرفوا هو أنتو. هيدول عيونك أو عدسات؟ يا الله هالسؤال. هيدا فرد شخص على فكرة سأل كل الأسئلة. قربوا معي. والله عيوني صرت عملتها بكذا فيديو. ها شوفوا عيوني، عيوني خضر عادي، في كتير عالم عيونها خضر. ونفس الشخص سائل من ايمتى اشتغلت بمجال اليوتيوب؟ فينا نقول تقريبا سنتين ونص ثلاث سنين. قدي مهضومين هيك حاطين اسئلة ورا بعض، رح جاوب عليهم كلهم. حنين عم تسأل شو بتحبي، مكياج ناعم او مكياج خفيف؟ مش نفس الشيء؟ فعلى الحالتين بحب مكياج ناعم اكيد، دايما بفضل المكياج الناعم. بتفضلي لون احمر او اسود؟ اسود. بلاك از ا هابي كولر. بتفضلي فيلم رعب او اكشن؟ اكشن. كنت احضر كثير فيلم رعب، هلا ما عندي قلب بقى. رمزيه عم تسال كيف انت صرتي جذابه وشخصيتك حلوه؟ بحبك كثير نجله، شكرا كثير. اصلا يعني ما اخذت السؤال، اخذته مثل كومبلمنت لإلي. مرقت بفتره احس انه عن جد ما عم بقدر هيك كيف بيقولوا المع بالمجتمع، او انه يكون مثلا صوتي او رايي مسموع. فاول شيء عملته انه تعلمت تو سبيك اوت لاود، انه اللي براسي واللي بفكر فيه احكي. بهالطريقه انا بكون عم بفرض رايي وحالي بطريقه مهذبه وعم خلي صوتي مسموع، العالم تسمعني. بس يشوفوا العالم انه انت بتقولي رايك، رح يقولوا لا انه هيدا الشخص عن جد له محله. This is one. امني بحالك ودايما خلي البسمه على وجهك، هيك بتكوني جذابه. في سؤال تاني لنجود. نجود حلوين اسئلتك. شو اكثر صفه بتحبيها بنفسك وصفه ما بتحبيها؟ اكثر صفه بحبها بنفسي انه عن جد الايجابيه اللي عندي اياها
والضحك دايما موجودة على وجهي. هالشي بيساعدني لإلي كمان، مش بس بفرح غيري بس بيساعدني لإلي توديل، يعني تتعامل مع القصص هيك بطريقة بسيطة. هلا الصفة اللي ما بحبها فيي إنه صايرة شوي عصبية، وأوقات اسمعوني هيدا سر عن نجلة، أوقات عندي طيبة قلب زايدة عن اللزوم، حلوة بس بنفس الوقت مانا حلوة كتير. فيني أنا أتدخل؟ صفة سيئة بنجلة وأحكي؟ ستيف بدي أقول صفة سيئة عني، قلي إياها لأقولها. نجلة حدا؟ خلص أنا رح قلكن ستيف شو بده يقول. أوقات همتي تقيلة، يعني بيقول لي مثلا إنه يلا تعي نصور التنين، بقول له لا خلينا نصور الأربعة. اوكي هلا اتفقنا انه نجلة همتها تقيلة، بس في شيء نقطة كتير مهمة عن نجلة، انه نجلة حدا كتير ذكي وكتير كرييتيف، يعني عن جد تشوف القصص الحلوة اللي عم تطلع، عن جد في 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 وراها حدا كرييتيف عم بيفكر تا يقدر يطلع كونتنت حلقة حلو. سو في سؤال من اكونت اسمه فلاي تو ذا سن، فلاي تو ذا سن حلو. سأل كذا سؤال جاوبت عليهم من قبل، وسألني شو الشيء يلي بتحبيه بجورج؟ كل شيء. عن جد بحب انه هو شخص كتير بيدعمني بكل شيء بعمله، وخاصة بشغلي بيفهمني كتير، يعني اوقات عن جد ما بق، يعني بقد ما نهاري بيكون في قصص اعمله فيه ما بحكي ولا حتى يعني كول، ما بيكون في كول بيناتنا، فكتير بيتفهم هول الامور، واوقات بيكون قاعد حدي وانا عم اشتغل، بس انه قاعد حدي راحة نفسية. لكن انا عندي سؤال، اوكي اذا شنهار اذا جورج وقال لك يا انا يا الشغل، مين بتنقي وليش؟ ستيف سؤالك كتير مهم، لان في كتير صبايا بيقولوا لي مثلا نحن خاطبين وعم بيخيرنا مثلا لتسي بين الاهل وبين هو، او بين شغلنا وبينه هو. صبايا انا قبل ما فوت بعلاقه مع جورج لازم تعمل سكان، يعني لازم تقري له عقلاته، تفهمي له عقلاته، تعرفي شو ممكن، يعني تجربة تتوقعي شو ممكن يصدر منه تصرفات وحكي. أنا بس فتت بعلاقة جدية مع جورج ورسمية، أنا كنت بعرف شو هو وبعرف أنه ولا ممكن يخيرني بهالشي. هلأ في حال طلع مش مثل ما أنت كنت متخيلة مثلاً وخيرني بينه وبين شغلي، هو ما بيستاهل أنه أنا أكون معه، وأكيد رح أختار شغلي، وما تقبلوا حداً أصلاً يحطكم بهيك خيار، لأن مثل ما هو عنده حياته أنت عندك حياتك. لو ارتبطت بشخص وصرتوا هيك حياة واحدة، بس بالنهاية في شخصك أنت وفي شخصه هو، شو راحه؟ لا. لولي عم تسأل شو هو مفهومك للحب، ركزوا معي كتير منيح. احترام، معاملة، اهتمام. في سؤال من حازم سيد، هل الماسكات الطبيعية مثل ماسك القهوة بينفعوا لسن الـ14 والـ15 ولا الكبار بس؟ ما تطبقيهم إذا كنت بهالسن، أكيد لا، حرام للوجه. فيك تطبقي الموارد، فيك تطبقي النشا، فيك تطبقي جل الصبار، هولي مناسبين للمراهقات. وللكبار إذا كانت بشرتك منا حساسة فيك تطبق القهوة، ماسك القهوة على الوجه، بس بلا ما تعمل سكراب فيه لأنه شوي قاسي على البشرة. مثلاً ميرال عم تسأل كيف بتحافظي على بشرتك. ميرال في فيديوز كتار 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 فيك تحضريهم لتعرفي كيف، وأنا عملتهم من وراء أسئلتكم كمان. في كمان أسئلة عن الشعر، أسئلة عن حب الشباب، كلهم عملتهم، فروحوا على قناتي، فوتوا على بلاي ليست أنت وهي مع نجلة، رح تلاقوا كل أجوبتكم، الأجوبة على أسئلتكم. في سؤال بيقول شي سويتيه وندمت عليه. ندمت لأنه ما كنت بعرف قديه الوقت هو مهم، الوقت اللي بيروح ما فينا نرجعه، هيدا نقطة كتير مهمة. وأنا في أقول بمرحلة معينة ضيعت وقتي على قصص ما بتستاهل، الشغلة الوحيدة اللي بندم عليها. هبة عم تسألني ليه ما بتتحدثي عن أبوك. هبة البابا هلأ صار شوي هيك يتعود على الكاميرا، بس البابا شخص ما في يقلكن، البي أصلاً بعين البنت هو بطل، فالبابا ما في يقلكن، عن جد شخصيته بتضحك، بنحس بيردلنا الروح بالبيت. والبي خاصة نحن عنا بالبيت، إذا البابا كان مبسوط بنحس إنه الجو حلو كتير، بس إذا نهار كان زعلان بتلاقينا كلنا هيك قاعدين عم نتطلع ببعض إنه في شي غلط.
فما بحكي عن بي لانه ما معود على الكاميرا مش اكتر ولا اقل، بس بي ما في اخبركم قد ما احكي. انفال عم تسال سؤال بدي اخبركم اياه، شو هو اكتر موقف محرج عشتيه لما كنت بالمدرسه؟ صبايا بس كنت بالمدرسه كان عندي رفيقه، وبتعرفوا على الفرصه بس ننزل هيك على البريك، واقفة أنا ورفيقي وعم نحكي وهيك، وكان في بنت أنا بالمدرسة ما بحبها أبدا. ليه ما بحبها؟ لأن هي أذيتني أنا ولا مرة يعني في شخص هيك ما بحبه. مهم وجه لك تحية. واقفة أنا وهالشخص، أوكي، وهيدا الشخص يعني أنا بعرفه من وراء أصحابي، منا كتير قراب. فقطعت هي من قدامي، قمت أنا عملت ليكو ليكو، شو ثقيلة، ما بقدر أتحملها هالبنت. مين بدكم تطلع؟ اعطوني اخته. طلعت اخته وانا ما عاد اعرف وين بدي احط راسي. هو طلع فيي انه بالاخر هو قد ما استحى يقول لي انه خلص عادي هيدا رايك يعني، بس انه ما ضروري رايك يكون مهم. متبرمت مثل ما انا وفليت وما عاد حكيته بحياتي للصبح، وبوجه له تحيه له كمان. ليكو توترت على الخبريه عم بعمل. في اسير عم تسال شو الاكل اللي كنت تحبيه وهلأ امتنعتي عنا وبحبك كتير؟ قولي اسمي أسيل. هاي الأكل أنا بأكل بعدني من كل شيء وما في شيء امتنعت عنه. بس أكيد بكلهم بكميات صغيرة، بس ما بحرم حالي من شيء أبدا. الأكل المفضل؟ الأكل المفضل عندي هي يعني طبخة هي المغربية. حنين عم تسأل شو الوقت المناسب للزواج برأيك؟ حنين نصيحتي لكل صبية يعني وكمان نصحتها لحالي انه اكيد بعمر صغير لا. ليه؟ لانه في بعد كتير من الحياة ما شفناها وما عرفناها، بعد ما فتنا بفيلد الشغل ما تعرفنا على اشخاص، ما تعرفنا على كذا شخصية، ما اكتسبنا هالخبرة من الحياة. بس وقت مناسب محدد ما في، بس تلاقي الشريك اللي بيستاهلك وتكوني انت عن جد اكتفيت من الحياة واخدت هالخبرة وكونت شخصيتك، تزوجي واعملي عائلة، ما في أحلى منه. في سؤال كمان من ماريا عم بتقلي شو التجربة الصعبة اللي تعلمت منها أشياء كتير؟ هيدا السؤال كتير مهم لأن ما حدا منا ما بيقطع بتجربة صعبة. الحياة we're not in la la land، يعني مش دايما عم نضحك وبوزيتيف وهيك. فالتجربة الصعبة هي لما لقيت كتير أشخاص بشوفهم كل يوم وقراب مني ما عم بيأمنوا فيي ولا عم بيأمنوا بالشي اللي أنا عم بعمله، وبالعكس كانوا عم بيكسروا بهالشي. أنا قدرت من وراء هالتجربة أتعلم أنه كل الأشخاص السلبية لو شو ما كانوا، زملاء بالشغل، أشخاص كتير قريبة، أصحاب من العائلة، تجنبون، طلعون من حياتكم وشوفوا كيف you're gonna glow من بعد ما تعملوا. هلأ نجلة رح نعمل quick rounds أجوبة على الأسئلة، أوكي؟ بس أنت بدك تجاوبيني سريعاً. يلا واحد، اثنين، لقلك نجلة. fast food أو طبخ؟ جبل ولا بحر؟ رياضة ولا نوم؟ لا بدنا نقي وحدة. فاكهة أو خضرة؟ بابا أو ماما؟ بدنا ننقي. جورج ولا شوبينج؟ حظ ولا working hard؟ رموش كثيفة ولا حواجب كثيفة؟ nudes ولا colors؟ حب ولا فلوس؟ وقبل ما اختم بدي قلكن انه في سلسلة فيديوهات تحت عنوان نصيحتي إلك عم تنزل على قناة هي، بدي منكن تروحوا تحضروها لأنها كتير مفيدة وبتفيدكن كتير مواضيع بحياتكن اليومية، وأنا شخصياً بتبع كل نصيحة عم تسمعوها هونيك، فروحوا شوفوها وتركوا تعليقاتكن تحت الفيديو. عم رقبكن ورح شوف الأسئلة كتير كتار، جاوبت قد ما في على الأسئلة اللي ترددت أكتر شي، وبدي قلكن انه عن جد بنبسط فيكم كتير وبحبكم من قلبي. شو ما بدكم سؤال تعرفوا عني ما تترددوا واسألوا بخانة التعليقات. بشوفكم بفيديوز جديد، واذا حبيتوا كمان اتركولي بخانة التعليقات. باي.